السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم سماع وحكاية. قال الإمام مولانا أبو الحسن علي الششتري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا أهيل الحمى لقد طال شوقي إليكم، قلتم الحب ينجحد، أنا ما طقت نكتم، فرقوا الروح عن الجسد، عذبوا ما عليكم، كلما تفعلوا معي من صدود ومن نفار، زاد فيكم تولعي ما يفيدني سوى الصبر. من المعلوم أن مولانا أبا الحسن الششتري التقى عدة شيوخ، ومن بين أشهر من التقاهم شيخ الشيوخ مولانا أبو مدين شعيب الغوث الإشبيلي، والأكيد أنه التقى عدداً من شيوخ الشاذلية من تلامذة الإمام مولانا أبي الحسن علي الشاذلي، ولا يدرى هل التقى الإمام الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه أم لم يلتقه، لكنه أخذ عن شيخ إمام كبير هو القطب العارف بالله الشهير مولانا عبد الحق بن سبعين المرسي. مولانا عبد الحق بن سبعين هو الذي سلب من الإمام الششتري الإرادة، حتى إن مولانا أبا الحسن الششتري كان يسمي نفسه عبد بن سبعين، وكان يقول عن مولانا عبد الحق بن سبعين إنه مغناطيس النفوس وإكسير الذوات. كان لا يفارقه أبداً، ثم لما غاب عنه ورحل اشتاقت نفسه إلى تلك المقامات وإلى تلك المعاهد، اشتاق للعودة إلى الشيخ، اشتاق للقياه، تماماً كما حصل للإمام مولانا جلال الدين الرومي مع شيخه شمس الدين التبريزي رضي الله تعالى عنهما، حتى إن مولانا جلال الدين الرومي ألف ديوانه الشهير ديوان شمس تبريز. وهذا الحنين وهذا الشوق إلى الحمى والمعاهد والمقامات التي كان يلتقي فيها التلاميذ بشيوخهم، سواء كان ذلك من طرف مولانا أبي الحسن الششتري أو من طرف مولانا جلال الدين الرومي أو غيرهما، هي عطفة يخص بها الشيوخ تلامذتهم، مستمدة من حقائق أسرار وجودهم، مفهوم لا يدركه إلا الذائقون لهذه المعاني الذين تربوا في كنف الشيوخ الكبار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والذين سلبوا منهم إرادتهم، والذين صبغوهم بصبغتهم. يا أهيل الحمى لقد طال شوقي إليكم، قلتم الحب ينجحد، أنا ما طقت نكتم. نبقى مع هذه المقطعة وفرقة ابن عربي للموسيقى والسماع الصوفي. كنت قلوب ولا
Thank you.